السلام عليكم. طلبنا هذه إن شاء الله المحاضرة العاشرة الجزء الثاني. تكلمنا بالجزء الأول على الكيريز وأنواعها، ونتكلم الآن على تكملة المحاضرة فيما يخص باقي اللي ممكن يصيب السن وما جبر من العظم. أول ما نبدأ بالأبيكال ليجنز، الأبيكال ليجنز اللي ممكن يصير مع بعض الكيريز ممكن نقسمها إلى إذا فرضا الكومن بري أبيكال ليجنز، يعني كمنطقة من اللوسنت أريا، فهذه ممكن تكون جرانيولوما، ممكن تكون سيست، ممكن تكون أبسفتيرو. أول ما تبدأ هي جرانولوما، بعدين تحول إلى سيست، بعدين تحول إلى أبسس، وهذا هو مظهر البري أبيكال سيست. ممكن تكون الروت أند تشينجز على أشكال أخرى، فكمثلا هايبر سمنتوسيس. والهايبر سمنتوسيس شون هذه الصورة، انتبهوا عليها، هذه الصورة ايش راح يصير عندنا؟ كلابينج اوف روت اند، يبين على شكل راديو اوبيك ماس. راديو اوبيك يعني منطقة دنسيت ماتها عالية. هذه الراديو اوبيك ما اسوشيتد تو ابيكس اوف فايتال توت، انتبهوا فايتال توت، وهذه بسبب اكو ثيكنينج عندنا بالسمنتم. وممكن ايضا يصير عندنا روت ريزوبشن. الروت ريزوبشن طبعا يعني نتكلم عنه بعدين ايضا لانه به جوانب هوايه، لكن نتكلم هنا على انه اذا كان سموث ريزوبشن او رف ريزوبشن. سموث ريزوبشن الروت ابير بلانتد اند شورتن، شو مثلا هنا ويا البري ابيكال سيست الروت عندنا صار نوعا ما بلانتد. فهنا ايضا يصير عندنا بلانتد اند شورتند اند سراوندد باي بري اودنتال سبيس اند لامينا ديورا. ومثل ما قلنا سابقا لامينا ديورا هي ساين اوف توث فيتاليتي، اذا التيث ار فيتال، لكن البلب كانال اما تكون بارشلي او توتالي اوبليتريتد. بالرف ريزوربشن السبس ما حيكون سموت مثل ما بالسموت، حيكون هنا رفند رف ثيك سيرفيس اوف روت اسوشيتد وذ انفكشن. السبب اذا هنا الانفكشن. البريدونتال سبيس حيكون مور وايدند قياسا الى كان بالسموت. واللامينا ديورا مهم ابسن، اذا ساين اوف فيتاليتي اختفت عندنا. نعم. Bone changes اللي يصيب العظم اللي حول السن، اللي عظم اللي حول السن مو اللي قبل شوية كان فيما يخص السن نفسه، هذه يا أما تكون أشكال condensing osteitis or ankylosis. condensing osteitis شلون هتلاحظ هاي عندنا صورتين، هذا condensing osteitis أكو يصير thickening عندنا thickening بالبون، والثيكنينج يبين عندنا كاكس راي مور ريدي اوبيك. شوف هنا أنا بياض اكثر بياض اكثر، فهذا يسبب اكو انكريز بالبون دنسيتي وزادنا ريدكشن بالانتر ترابيكولار سبيسز. طبعا لما الترابيكولي نفس سير ثيكن ودنس السبيسز ان بتوين تكون لس. او ممكن يكون عندنا التشينج هو انكلوزز. الانكلوزز هنا اصلا البون والتوث روت راح يصيرون fused together so it is impossible to observe the separation between the tooth and bone on x-ray. فما يكون عندنا اصلا لا بريدنتال سبيس، لا ممكن يكون عندنا لامنا، كل شيء ما يبين راح يكون
يعني كلها قطعة واحدة، البون والتوث. تكلم الآن عن البريودنتال ديزيز، خلصنا من الكاريز واللي يصير وياها. هسه البريودنتال ديزيز، البريودنتال ديزيز هو يعني ممكن نقسمه إلى جزئين. الجزء الأول هو الانسيبيانت أو يعني الايرلي، هذا الايرلي ويلحق بعدين عندنا بالادفانس أو المور سيفير. الايرلي بي three signs مهمة ممكن نشوفها بالاكس راي، والاهم انه ما وياه بون لوس. البون لوس ما نلقاه بالادفانس. بنتكلم هسه على الايرلي والساين الثلاثة اللي احنا ممكن نشوفها. اول ساين هو الترينجوليشن، انتبه هاي ترينجوليشن، هاي هنا ترينجوليشن، هنا ترينجوليشن. شنو ترينجوليشن؟ هو widening of the periodontal space at the crest of interproximal bone. هذا هنا رح يكون عندنا widening. السايد مال الترينجل، هاي السايد واحد، هذا سايد وهذا سايد. السايد الاول هنا رح يكون bone by the lamina dura. السايد الثاني شنو؟ مال الروت سيرفس، هذا الروت سيرفس وهاي اللامينا ديورا. والبيس وين؟ البيس يكون باتجاه الكراون اوف ذا توث، هذا البيس وهذا سايد وهذا سايد، هذا ترينجوليشن. كريستال ريجولاريتي، كريستال ريجولاريتي اللي حيصير عندنا ريجولاريتي بالكريستال، ريجولاريتي اند ديستركشن اوف ذا انتر كريستال الفيلر بون. ماشي، هيكون مجرد عندنا irregularity و destruction هنا. والساين الثالثة اللي هي alveolar bone changes، يصير عندنا بالalveolar bone نفسه يصير عندنا changes. هذه changes دائما البون لما يصير ب infection يصير عندنا sclerosis. sclerosis يعني شنو؟ density أكثر، فيصير عندنا sclerosis of the bone between the lamina dura and of two adjacent teeth. فmore radial opacity with reduction of the intertrabecular spaces. بالadvanced periodontal disease لما يصير عندنا advanced periodontal disease لح يصير عندنا bone loss. فايش لح يصير؟ It includes all the above stages of periodontal incipient periodontal disease زائدا with periodontal pocket formation because of bone loss. إذن الساينات الثلاثة الأولى هي تبقى نفسها، تبقى نفسها، لكن شلح نضيف لها؟ راح نضيف لها أكو pocket formation because of bone loss. ف نتكلم هسه على البون لوس، مطلوب لنا location of bone loss either generalized or localized to one or few areas. يعني generalized يصيب أكثر من منطقة، أو يكون focal أو local، يعني local عادة هو واحد أو اثنين to one or few. amount of bone loss، إذن عرفنا لازم نعرف location، لازم نعرف amount، ولازم نعرف بعدين direction of bone loss. نجي نحكي على amount of bone loss. إذا قد قلنا إحنا normally تكون ما بين لازم distance ما بين cemento enamel junction والalveolar crest، قلنا عادة لازم ما تكون أكثر من 1.5 ملم. إذا صارت أكثر يعني شمعني؟ يعني أكو عندنا بون لوس. البون لوس نتكلمها بالسلايد اللاحق إنه شو ممكن نعرف إنه هذا سلايد أو مودريت أو سيفير. فبس كبداية، فعرفنا إحنا ما طول زادت المسافة عن 1.5 إذا هو أكو صار عندنا بون لوس. زين رح نجي هسه عن دايركشن، دايركشن مال بون لوس. الدايركشن يا اما يكون هوريزونتال يا اما يكون فيرتيكال. شنو يعني شلون نميز انه هذا هوريزونتال او فيرتيكال بون لوس؟ لاحظ هذا اذا سوينا في الايماجينري لاين بتوين دي ادجسنت سمنتو انيمال جنكشنز رح نشوف انه نورمالي الالفيولر كريست اللي يمهم رح يكون بارالل
to the imaginary line. هذا راح يكون برض. هذا normally. أعطينا هاي صورة ثانية. شوف هذا من لاين ما بين two cemento هنا من junction. شلون صار برض ويا الالفيولار كروست. إذا هذا normal. لما يكون البون لوس لما يكون البون لوس موازي لهذا الإيماجينري لاين ما بين تو سمنتو إنامل جنكشن، إذا إحنا نتعامل ويا من ويا هوريزونتال بون لوس. لاحظ هذا مثال وهذا مثال. شوف هنا صار عندنا بون لوس، بون لوس واضح، بون لوس واضح، لكن شنو اللي تحسها تقريبا هذا البون الباقي هو برارل ويا سمنتو إنامل جنكشن برارل. هذا كذلك شوف هنا برارل تقريبا، فإذا هذا شيء مثل horizontal bone loss. لكن في هذا المثال هنا نلاحظ انه اكو البون لوس ما له علاقه اسمتر صار هنا، اكو شيء ديب، اكو شيء اقل، فما موازي ويا من ويا سمنتو هنا من جنكشن، فهذا يسحب له شنو vertical bone loss. نجي هسه على التقسيم اللي قلنا عليه مال البون لوس، السيبيليتي مالته هل هو سلايد هل هو مودريت او سيبير. اذا كان البون لوس من 1 إلى 2 مليم شنو اعتبره مايلد او سلايد، اذا كان من 3 إلى 4 شنو نعتبره مودريت، اذا كان من 5 وفوق شنو نعتبره سيفير ادلت and bone loss. Other common diseases of the teeth and supporting structures tooth resorption. Tooth resorption ذكرون احنا حكينا على انه tooth resorption اكو smooth واكو rough، تمام. هسه راح نكمل انه ممكن اذا كان يعني انواع اخرى اللي هو الزحول الانترنال او الاكسترنال توث ريزوبشن عدا السموث بروب. اذا كان على واقع هذا الريزوبشن على البابل سيرفيس يدعى بالانترنال، هنا اذا كان على البابل يدعى بالانترنال، لكن اذا كان على الاكسترنال سيرفيس ايش راح يصير عندنا؟ يسحوله الاكسترنال توث ريزوبشن. زين وهذه هي امثله. لاحظ هذا هنا الراديو اوباسيتيز وين صايره، هنا وين صايره؟ صايره على البلبل سيرفيس، اذا هو انترنال. هنا وين صايره؟ على الاكسترنال سيرفيس. شيء يسحولها اذا اكسترنال اكسترنال توث ريزوبشن. هاي الصوره يصير بها النوعين الانترنال وبها شنو الاكسترنال توث ريزوبشن. التايمز مال توث ريزوبشن عندنا ثلاث انواع، ممكن يكون فيزيولوجيكال وممكن يكون ايديوباتيك وممكن يكون باثولوجيك. الباثولوجيك كوز باي بريجر انفكشن تروما اور نيوبلازم. ممكن يصير عندنا كلاسيفيكيشن ات ذا كراون بابل ريجن، نعم ممكن يكون اسبابه حوالي 4 البابل ستون ممكن يكون اوفل او راوند راديو اوباسيتي ويذن ذا بالب. هذه هنا الصوره وهذه الصوره البالب ستون. زين ممكن يكون اذر تايب اوف كلاسيفيكيشن، نعم سكندري دنتن ريدكشن ان بالب تشامبر ايذر بارشال اور كومبليت. ممكن يكون دنتال بريدج فاوند افتر سكسسفول يوز اوف كالسيوم هيدروكسايد و بلبل obliteration associated with aging and appear as very small or completely obliterated bulb chamber. طلاب احنا خلصنا ان شاء الله المحاضرة 10، بارك الله بكم وان شاء الله على الاسبوع القادم محاضرة 11. شكرا جزيلا لكم.